السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في خدمة دروس. لدروس المرحلة المتوسطة، الصف الأول المتوسط، الفصل الدراسي الثاني لمادة الرياضيات، موضوع درسنا اليوم بعنوان الأشكال الرباعية، الجزء الأول. سنتعلم اليوم بمشيئة الله طريقة التعرف على الأشكال الرباعية وتصنيفها. ما هي الأشكال الرباعية وكيف أصنفها؟ هذا ما سوف يتم شرحه في هذا الدرس. أولاً، لدينا التمهيد التالي بعنوان ألعاب فيديو. الشكل الخارجي لأداة التحكم في ألعاب الفيديو مبين في الصورة. السؤال الأول، صف الزوايا داخل الشكل الرباعي. من الملاحظ أن لدينا أربع زوايا في هذا الشكل، زاويتان حادتان، قياس كل زاوية أقل من 90 درجة، وفي الأعلى زاويتان منفرجتان، قياس الزاوية الواحدة بين 90 درجة و 180 درجة. السؤال التالي، أي الأضلاع في الشكل تبدو متوازية؟ أي لا تتقاطع مهما امتدت. من الملاحظ أن لدينا الضلع العلوي والضلع السفلي، هما ضلعان متوازيان. السؤال التالي، أي الأضلاع في الشكل تبدو متطابقة؟ أي لها نفس القياس والطول. من الواضح أن لدينا الضلع الأيمن والضلع الأيسر، هما ضلعان متطابقان. ملاحظة، الشكل الرباعي هو شكل مغلق يتكون من أربعة أضلاع وأربع زوايا، ويسمى بحسب أضلاعه وزواياه. والشكل الآتي يبين العلاقة بين الأشكال الرباعية، مبتدئاً بالشكل العام وينتقل إلى الشكل الأكثر تحديداً. الشكل العام لدينا وهو شكل رباعي. إذا كان في الشكل الرباعي ضلعان متوازيان فقط، فيكون شبه منحرف. شبه المنحرف هو شكل رباعي فيه ضلعان متوازيان فقط. وإذا كان في الشكل الرباعي كل ضلعان متقابلان متطابقان متوازيان، فإنه متوازي الأضلاع. متوازي الأضلاع شكل رباعي فيه كل ضلعين متقابلين متوازيان متطابقان. إذا كان في متوازي الأضلاع الزوايا الأربع قائمة، فيكون مستطيل. المستطيل هو متوازي أضلاع فيه أربع زوايا قائمة. وإذا كان متوازي الأضلاع متطابق الأضلاع، أي أن الأربع الأضلاع بقياس واحد، فيكون معين. المعين هو متوازي أضلاع جميع أضلاعه متطابقة. وإذا كان متوازي الأضلاع جميع أضلاعه متطابقة وزواياه الأربع قوائم، فيكون مربع. المربع هو متوازي أضلاع جميع زواياه قائمة وجميع أضلاعه متطابقة. مثال، أرسم شكلا رباعيا يحقق الشروط في كل مما يأتي، ثم صنفه بأفضل اسم يصفه. أولا،
شكل رباعي فيه الأضلاع المتقابلة متوازية. إذن برسم ضلعين متوازيين لهما الطول نفسه، ثم بإيصال أطراف الضلعين لتكون شكلا رباعيا. إذن الشكل الناتج لدينا هو متوازي الأضلاع. ثانيا، متوازي أضلاع له أربع زوايا قائمة وأربع أضلاع متطابقة. برسم زاوية قائمة بحيث يكون ضلعا الزاوية متطابقين، ثم برسم ضلع ثالث بحيث يكون مطابق للضلعين الآخرين ويكون زاوية قائمة بحيث يشترك مع الزاوية السابقة في ضلع، ثم بإيصال أطراف الأضلاع يتكون الشكل لدينا بأضلاع متطابقة وزوايا قائمة، إذن هو مربع. مثال: صنف كل شكل رباعي مما يأتي بأفضل اسم يصفه. أولا، لدينا الشكل التالي: أربع زوايا قائمة، كل ضلعين متقابلين متطابقين متوازيين، إذن هو مستطيل. ثانيا، لا يوجد في هذا الشكل ضلعان متقابلان متطابقان، ولا يوجد ضلعان متوازيان، إذن هو شكل رباعي. ثالثا، لدينا الشكل التالي: كل ضلعين متقابلين متطابقين ومتوازيين، إذن هو متوازي أضلاع. المثال التالي: صنف كل شكل رباعي مما يأتي بأفضل اسم يصفه. أولا، لدينا الشكل التالي: أربع أضلاع متطابقة، الزوايا ليست قائمة، إذن هو معين. الشكل التالي فيه ضلعان متوازيان فقط، إذن ما هذا الشكل؟ أحسنتم، شبه منحرف. الشكل التالي: أربع أضلاع متطابقة وأربع زوايا قائمة، ماذا يكون هذا الشكل؟ ممتاز، مربع. ولاحظ أن الفرق بين المربع والمعين الزوايا القائمة، ومن الممكن أن يكون المربع معين وليس المعين مربعا. تقويم: ارسم شكلا رباعيا يحقق الشروط في كل مما يأتي، ثم صنفه بأفضل اسم يصفه. شكل رباعي فيه ضلعان متوازيان فقط. فاصل، ابدأ الحل. إذن برسم ضلعان متوازيان وبإيصال أطراف الأضلاع اكتمل الشكل لدينا. ما هو؟ ممتاز، نعم إنه شبه منحرف. ثانيا، رسم متوازي أضلاع فيه أربعة أضلاع متطابقة. فاصل، ابدأ الحل. برسم ضلعين متوازيين متطابقين وبإيصال أطراف الأضلاع بحيث تكون الأربع الأضلاع
جميعها متطابقة. إذن ما هو هذا الشكل؟ ممتاز، نعم إنه معين. تقويم: صنف كل شكل رباعي مما يأتي بأفضل اسم يصفه. فاصل: ابدأ الحل. الشكل الأول لدينا: لا يوجد في هذا الشكل ضلعان متقابلان متطابقان، ولا يوجد ضلعان متوازيان، إذن هو شكل رباعي. الشكل الثاني: كل ضلعان متقابلان متطابقان متوازيان، أربع زوايا قائمة، إذن ممتاز، نعم إنه مستطيل. الشكل التالي: كل ضلعان متقابلان متطابقان متوازيان، إذن ما هو هذا الشكل؟ بارك الله فيكم، نعم إنه متوازي أضلاع. تقويم: صنف كل شكل رباعي مما يأتي بأفضل اسم يصفه. فاصل: ابدأ الحل. لدينا الشكل الأول، لدينا ضلعان متقابلان متوازيان، إذا ما هذا الشكل؟ أحسنتم، شبه منحرف. الشكل التالي: أربع زوايا قائمة، جميع الأضلاع متطابقة، نعم هو كذلك مربع. الشكل التالي: أربع أضلاع متطابقة، ممتاز معين. تقويم: اكتشف الخطأ. وصف كل من فيصل وعبد العزيز المستطيل، فمن وصفه أدق؟ وصف فيصل المستطيل بأنه شكل رباعي فيه كل ضلعين متقابلين متوازيان، وذكر عبد العزيز أن المستطيل متوازي أضلاع فيه أربع زوايا قائمة، أي الوصفين أدق؟ نعم هذا صحيح، وصف عبد العزيز. السبب أن فيصل لم يذكر أن الزوايا الأربع قائمة، إذن الوصف الأدق هو وصف عبد العزيز، لأن فيصل لم يذكر أن الزوايا الأربع قائمة. تقويم: اختر الإجابة الصحيحة. الشكل المجاور هو مربع أم متوازي أضلاع أم شبه منحرف أم مستطيل؟ لدينا في هذا الشكل ضلعان متوازيان فقط، ممتاز، نعم شبه منحرف. تعلمنا اليوم درس الأشكال الرباعية، وتم شرح طريقة رسم الأشكال الرباعية، وكذلك تصنيف الأشكال الرباعية، وتم تصنيف الأشكال الرباعية من شكل رباعي عام إلى شبه منحرف يوجد فيه ضلعان متوازيان فقط، إلى متوازي أضلاع بحيث كل ضلعان متقابلان متوازيان ومتطابقان، ثم مستطيل بحيث يكون متوازي أضلاع زواياه الأربع قوائم، ثم معين بحيث تكون الأضلاع الأربعة متطابقة، ثم مربع وهو متوازي أضلاع جميع أضلاعه متطابقة وزواياه الأربع قائمة. شاكر ومقدر لكم متابعتكم،
متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح، وإلى اللقاء في دروس قادمة بإذن الله.